هذا قنوات الخاصة كاين خمسة عندهم مكاتب معتمدين، لكن الآخرين هذوك قراصنة تسمحي لي ما عندهم أي ماهوش قنوات جزائرية. المهم هي السيرة، هي أخلاقيات الصحافي، لكن عنده البطاقة الصحفي المعترف وما عنده أي احترافية مش معقول. إذا المهم يكون عنده بطاقة صحفي محترف لأن تسهل له العمل في المهمة تاعو، وأكثر من هذا لابد يكون عنده أخلاقية المهنة،